لقاء أسري بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمعه بعدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والأطقم الطبية ومصاب العمليات العسكرية، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك. الاحتفالية بدأت بتهنئة السيد الرئيس لأسر الشهداء مع ترحيب بالحضور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، سعداء بيكم، عيد سعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، متشرفين بيكم، والله متشرفين بيكم، كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير جميعا، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا، عيد سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين، كل سنة وانتم طيبين. تفضل. كما تضمنت الاحتفالية عرضا مسرحيا بمشاركة عدد من الفنانين، قبل أن يقدم الرئيس السيسي الشكر لأبطال مسلسلي الاختيار والعائدون، مؤكدا أن ما جاء بمسلسل الاختيار من أحداث وثق لفترات عصيبة من عمر الوطن بكل صدق وأمانة. أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة التالتة كانت ليا شخصيا، قسما بجلال الله، 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده، 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. أنا بقسم بالله، عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما تطلعوا لنا الحاجات دي، أنا أقسمت بالله عشان أنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم، وادعاء وتشويه وزيف. صحيح، صحيح بيعملوا كده، رغم ان انا قعدت 7 سنين لم اذكرهم مرة، كنت اقول اهل الشر اهل الشر، عشان ادي فرصة لاهل الشر انه يتراجع عن الشر. يا رب يهدينا كلنا. الاطفال المشاركون بالاحتفاليه قدموا للرئيس عبد الفتاح السيسي هديه تذكاريه، معبرين عن سعادتهم هم وذويهم بتواجد الرئيس معهم. انا مبسوطه جدا النهارده ان انا قابلت الرئيس، واليوم النهارده ممتع جدا عشان انا هنا وحضرت الحفله لاول مره في حياتي، ومبسوطه جدا ان انا قابلت الرئيس. بقى شارك انا وابني في احتفال زي ده، فخوره بالتكريم اللي طول الوقت اللي بنلقاه من الدوله، والعنايه اللي اطفال الشهداء بيلاقوها من الدوله والدعم النفسي ليهم. مدرب الدهالي قال لي جات لك دعوه من سياده الرئيس، فتحتها كنت مبسوطه قوي، وكل اصحابي فرحوا بيا بقى ان هو مهتم بينا جدا، ودي حاجه تبسطنا جدا ان احنا مش منسيين يعني قدامه، والحفلات دي بتبسطنا جدا يعني، وان احنا كمان نقابل سيادته دي حاجه كبيره جدا وتفرحنا يعني تخلينا مبسوطين. وفي ختام اللقاء حرص السيد الرئيس على مشاركه الاطفال فرحتهم بعيد الفطر، ليؤكد ويرسخ اهتمام الدوله بابناء الابطال. مع كل حدث أو مناسبة مصرية يتضح فكر الدولة بالاهتمام بأسر الشهداء ورسم البسمة على وجوههم، فلولا دماء شهدائنا الأبطال ما كان للجميع أن يحتفل. من مركز المنارة مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري.